السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. إخواني أخواتي، اليوم غنكتشف لكم مستجدات جديدة وخطيرة في قضية المغنية، وبعد ما كان جمد الملف ديالها زهاء سنة كاملة، اليوم الملف تحرك من جديد إخواني أخواتي من طرف النيابة العامة اللي توصلت بمعلومات دقيقة مرتبطة بالفساد والرشوة، كذلك خصوصا والشكايات العديدة ضد المغنية واللي كتبلغ أكثر من 30 شكاية إخواني أخواتي. هاد الشكايات لهم ضحايا الحساب حمزة مومبيبي. وأمام هاد القضية تم استدعاء طريق المغنية محمد طرق للاستماع إليه وتقديم الشهادة ديالو على خلفية التحقيق المتواصل حول هذا القضية ديال حساب حمزة مومبيبي في ظل تفجير مجموعة من المستجدات اللي هي خطيرة وخطيرة، بما فيها هذاك القاضي والمحامي حاليا بهيئة الدار البيضاء المتورط في حماية الحمزاوية إخواني أخواتي. كذلك واحد الخبر اللي توصلنا به اللي هو سيمونا المتورط الرئيسي، وكما كتعرفوا هذاك سيمونا اللي كان ظهر مع المغنية في المواقع التواصل الاجتماعي، وكان واحد اللقاء اللي كانوا تكلموا فيه على يعني الفنانة الصحراوية سعيدة شرف، وبوكي سبوك يبقى كينعتوها بشي ألقاب. صراحة احنا تفاجئنا ديك التصريحات اللي خطيرة. اكيد هاد سيمونا اخوان اخوات المتورط الرئيسي في هذا الحساب ديال حمزة مومبيبي واللي توضعات في حقه واحد مذكرة بحث دولية، النيابة العامة راه وضعت واحد مذكرة بحث وطنية هذه مدة يعني سنتين، يعني ومازال ما تمش الكشف على هاد سيمونا لأنه مازال مختفي على الأنظار. كانوا بطبيعة الحال عارف راسو متورط رئيسي في الحساب حمزة مومبيبي، وخايف لا يجر راسو في مجموعة من المشاكل. على اين راه النيابه العامه اخوان اخواتي راه دايره مجهودات يعني كبيره من اجل فك يعني هذا اللغز، لانه راه اصبح لغز صراحه، لانه مهما انه تم تورط فعلا هذه المغنيه راه كاينين متورطين اخرين في الحساب حمزه مومبيبي، ربما غيكونوا مسؤولين كبار في الدوله اللي صراحه هذه القضيه راه ولينا كنشكوا فيها، خصوصا في ظل ظهور هذا القاضي اللي كان كيحمي هذه المغنيه. فالقرار ديال محكمه النقد والابرام وكذلك المستجدات الاخيره اللي غيتم اعاده تحقيق مجاميع هاد المتهمين للحساب حمزه مومبيبي بتهمه النصب والابتزاز ضحايا الحساب حمزه مومبيبي. وكما كتعرفوا هذوك الضحايا السته او الخمسه اللي كانوا تم الحكم عليهم راهم معروفين بالاصابع اللي يدوزوا العقوبة ديالهم يعني بسجن الودايا بما فيهم الأخت ديال هاد المغنية. راكم كتعرفوا هاد الأخت ديال المغنية اللي كانت تم يعني التحقيق معها مباشرة بعد ما وضعوا الرجل ديالهم في المطار محمد الخامس بالدار البيضاء، واللي كانت الفرقة الوطنية استدعتهم يعني وخذ الأقوال ديالهم. وبعد ما تم يعني بعد الاوامر ديال الوكيل العام الملك يعني اللي قرر انه يتابع هذيك ابتسام او الاخت ديالها يعني في حاله اعتقال مع اطلاق السراح ديال المغنيه، بعد وضع واحد الكفاله ماليه اللي وصلت حتى ل 70 مليون سنتيم. وهنا فين كنشوفوا اخواني اخواتي هذاك التناقض، يعني وهنا فين كنشوفوا هذاك المسؤول القاضي اللي يحاول انه يعني يمتع المغنيه بالصراحه المؤقت بكفاله ماليه، بالرغم حتى الاخت ديالها راه عطات واحد الكفاله الماليه، ولكن ما تم اعتقالها في حاله اعتقال وتم الحكم عليها ودوزت العقوبه ديالها. وكما شفتوا يعني الطريقه اللي كانت كتكلم فيها، وحتى الناس اللي كانوا كيحاولوا انهم يواسيوا هذه الاخت ديال المغنيه حتى انها ولات كتقول راني بارئه وان هادشي كلشي يعني غير ورطوا فيها، وان هي ما عامله حتى شي حاجه، وان داكشي راني شي حاجه ماشي هذيك. على اين المحكمه راه عارفه شنو كاينه، ولكن الحاجه الوحيده اللي شنا تفاجئنا فيها هو هاد المغنيه اللي دخلت للسجن الودايه. على اين
فهاد المغنية اللي أكدت في العديد من المناسبات أنها شدت واسع على كبار الدولة. يعني هذا يعني غير هاد الكلمة اللي قالت يعني راه تثير مجموعة من الشكوك. يعني مجموعة يعني كتقول أنها شدة دواسة على كبار الدولة، وهذا الشيء اللي كيأكد لنا أنه فعلا هذه المغنية هي رئيسة الحزب حمزة مومبي، وفعلا راه شدة يعني دواسة كبار على هاد كبار الدولة. فأمام هذه التطورات الخطيرة، فكما كتشوفوا يعني راه طليقها محمد الترك اللي حلف باليمين انه غيدخلها للسجن، وفعلا يعني الكلام ديالو غيوصل، لانها يعني حاولت انها تمنعو من رؤيه البنات ديالو، يعني كذلك ما قبلاش ديك الاعتذار ديالو او قدرش ان تسامح له الغلط اللي قام، بالرغم انه يعني تبتت في حقه يعني بالاوديوهات والتسجيلات انه فعلا كانت واحد الخيانه، ولكن الخيانه ليست يعني ثابته في حقه. ربما انه تكلم في الهاتف مع شي وحده، ولكن هي حاولت انها تصيفطو وكانت باغي غير السبه. فهاد الطريق ديالها اللي يرسل تسجيلات صوتا وصوره للجهات المعنيه واللي فضحوا المستور، وهذا هو السبب فين تفضح هذا القاضي، ربما حتى ان الطريق ديالها هو سبب في فضح هذا المستور، وخصوصا هذا القاضي، لانه بسبب هذا الشيء كامل كانت خربت الحياه ديالو. زياده على هذا الشيء اخواني اخواتي، فالطريق المغنيه راه كان رفع دعوه قضائيه ضدها، مطالبا بتقسيم ديك الممتلكات يعني بما فيها ديك الفيلا بمراكش، بالرغم من الخطا اللي كان دائما عمله، اللي هو مباشره بعد دخوله للمغرب كان كيكتب ليها اي حاجه بالاسم ديالها، اي حاجه شراها كيكتبها ليها بالاسم ديالها، حتى السياره الفاخره اللي كان هداها ليها بمناسبه عيد الميلاد كتبها بالاسم ديالها، واليوم كيأدي الثمن، وهذا هو الخطا الفادح اللي قام به الطريق ديالها. على اي انا الموضوع ديالنا هو إعادة فتح التحقيق ديال مع هذه العصابة الحمزاوية، والأكيد أنها مستجدات خطيرة، وهنا القضية فيها الفساد، فيها بزاف المسائل. يعني بعد ما تم القبض على هذاك الوزير السابق والبرلماني محمد مبدع والآن بعكاشة، يعني تحركات النيابة وتحركات العدالة والقضاء أنه ما بغى يخلي حتى شي في الملف ديال الفساد يبقى في الرفوف المحاكم. فعلا يعني القضيه راه غاليه وكتطور اخوان اخوات، تشوف الاكيد ان في الايام القليله القادمه غتشوفوا مستجدات واخبار صادمه بخصوص هذه العصابه الحمزاويه، العصابه الحمزه مومبي باخوان اخواتي. اخواني اخواتي، حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.